أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين، وإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم. فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال لا. فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا، ثم قال انهدوا إليهم. قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. قال وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس، وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب. وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا، وسلمان مات قبل علي. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يدعوا قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم، وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى، وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا حديث غريب، وهو حديث ابن عيينة. حدثنا الأنصاري حدثنا معا حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم
فساء صباح المنذرين. حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا. هذا حديث حسن صحيح. وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم. وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا، ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أصباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني عن الأنبياء، أو قال أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم. وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس. قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح. وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية. وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قالا حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه.
وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه، وهذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12000 من قلة. هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحرورية كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم. وفي الباب عن أنس وأم عطية، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده. حدثنا بذلك علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا، ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا. حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك، قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها،
وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهم للمملوك، ولكن يرضخ له بشيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو. ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري. هذا حديث حسن غريب. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر، فأسهم لنا مع الذين افتتحوها. هذا حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الأوزاعي: من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. وبريد يكنى أبا بريدة وهو ثقة، وروى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما. حدثنا زيد بن أخزم الطائي، حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع وذي ناب. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. حدثنا هناد، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائد الله بن عبيد الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم. قال: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثني محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي،
حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي القفول الثلث. وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع. وحديث عبادة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد. وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. قال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس، فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال المسيب النفل من الخمس. قال إسحاق كما قال. حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة، وهذا حديث حسن صحيح، وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس، وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. حدثنا هناد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. وفي الباب عن أبي هريرة
قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. قال أبو عيسى: وفي الباب عن رويفع بن ثابت، وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع. قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بأن العدة كل هذا. حدثني علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة: أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمود: وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمود: وقال وهب بن جرير من شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب. حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كره التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا أبو داود الحفري، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيرهم، يعني أصحابك، في أسارى بدر القتل أو الفداء، على أن يقتل منهم قابل مثلهم. قالوا: الفداء، ويقتل منا. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة،
وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، نسختها فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق الإسخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق ورخصا في البيات. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم، قال هم من آبائهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج
إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث ابن سعد أشبه وأصح. حدثني قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، الكنز والغلول والدين، دخل الجنة. هكذا قال سعيد الكنز. وقال أبو عوانة في حديثه الكبرى، ولم يذكر فيه عن معدان، ورواية سعيد أصح. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب قال: قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد، قال: كلا، قد رأيته في النار بعباءة قد غلها. قال: قم يا علي فنادي إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبيعي عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. قال أبو عيسى: وفي الباب عن الربيع بنت معوذ، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. وفي الباب عن جابر، وهذا حديث حسن غريب. وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين. قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عاصم، حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه، عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب. حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها قالت أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أجاز أمان المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد. وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال له أيضا مولى أم هانئ أيضا واسمه يزيد. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد، وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال أبو عيسى ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال
حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم، فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطأة عن قتادة نحوه. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده، يعني الإسلام، إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن دينار
عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس، وسألت محمدا عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا، وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. قال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي
عن يحيى بن أبي كثير قال: قال جابر بن عبد الله، ولم يذكر فيه أبو سلمة. حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فيقول لنا: فيما استطعتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح كلاهما. أحدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا: لا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعه آخرون فقالوا: لا نفر. حدثنا أبو عمار، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما، فإن أعطاه وفي له، وإن لم يعطه لم يف له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ قال: وفي الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأطفتن. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. قال: وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر وأسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا. قال: وفي الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. حدثنا قتيبة، حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال: وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. قال أبو عيسى: وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج، ولم يذكر فيه عن أبيه. حدثنا بذلك محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح. قال أبو عيسى: وهذا أصح، وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج قال: وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقل عليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا ترايا ناراهما. حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح. وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير. ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قالا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ قال أهلي وولدي. قالت فمالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة. وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة. وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة. حدثنا بذلك علي بن عيسى قال
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أورث. قالت: والله لا أكلمكما أبدا، فماتت ولا تكلمهما. قال علي بن عيسى: معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا أنتما صادقان. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر بن الخطاب، ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء علي والعباس يختصمان، فقال عمر لهم: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. قال عمر: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها؟ فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، فلا نعرفه إلا من حديثه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. قال: وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا، وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن، ومات النعمان بن مقرن في خلافة عمر. حدثنا الحسن بن علي الخلال
حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهال قالا حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان فذكر الحديث بطوله، فقال النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر وسعد، وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، أيها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا،
فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، لأنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، أو نحو هذا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن النعمان بن مقر وحديث بريدة حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن علقمة بن مرثد نحوه بمعناه، وزاد فيه: فإن أبوا فخذ منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم. قال أبو عيسى: هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان، وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، وذكر فيه أمر الجزية. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال: على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجت من النار. قال الحسن: وحدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. فردوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. فقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وفي الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك البهزية وأنس، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثني مرزوق أبو بكر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. قال: هو صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني
أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر، وحديث فضالة حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما حدثاه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا، أحدهما يقول 70 والآخر يقول 40. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، حدثنا سفيان الثوري قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة. حدثنا أبو كريب، حدثنا الحسن بن علي الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى: وقد روي عن معاوية بن صالح
هذا الحديث مرسلا، وخولف زيد في بعض إسناده. قال: وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك زياد بن أيوب. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح. حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري، حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم قال: ألحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر. وفي الباب عن أبي بكر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: ويزيد بن أبي مريم هو رجل شامي، روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام. ويزيد بن أبي مريم كوفي، أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه مالك بن ربيعة. ويزيد بن أبي مريم سمع من أنس بن مالك
وروى عن يزيد بن أبي مريم أبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة أحاديث. حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة مدني. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد أن شرحبيل بن الصمت قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو وحديث كعب بن مرة هكذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرة. وقد روي هذا الحديث عن منصور عن سالم بن أبي الجعد وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلا ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البهزي. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. حدثنا إسحاق بن منصور المروزي أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي عن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وحيوة بن شريح ابن يزيد الحمصي. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله فيعدها له هي له أجر لا يغيب في بطونها شيء إلا كتب الله له أجرا. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. وقال ارموا واركبوا،
ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن كعب بن مرة وعمر بن عبسة وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي، وعبد الله بن الأزرق هو عبد الله بن يزيد. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا شعيب بن رزيق أبو شيبة، حدثنا عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرث في سبيل الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة، وحديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. فقال جبريل: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة، وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال: أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته. قال: فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار. قال: سمعت محمدا يقول: قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار، وقال: عن أشياخ من خولان، ولم يذكر فيه عن أبي يزيد، وقال عطاء بن دينار: ليس به بأس. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال:
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، نحو ما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم، وهي خالة أنس بن مالك. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا العطاف بن خالد المخزومي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد، وهو مدني، واسمه سلمة بن دينار. وأبو حازم هذا الذي روى عن أبي هريرة هو أبو حازم الأشجعي الكوفي، واسمه سلمان، وهو مولى عزة الأشجعية. حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي الكوفي، حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن سعد بن أبي هلال عن أبي ذباب عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطى به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهادة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، حدثنا القاسم بن كثير المصري، حدثنا عبد الرحمن بن شريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال أبو عيسى: حديث سهل بن حنيف حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح، وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح، وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح، وهو إسكندراني، وفي الباب عن معاذ بن جبل. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد سنام العمل. قيل: ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ابن عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم رث الهيئة: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان الضبعي، وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، وأبو بكر بن أبي موسى قال: أحمد بن حنبل هو اسمه. حدثنا أبو عمار، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله. قالوا: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول: حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله، مما يرى مما أعطاه من الكرامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا أبو النضر البغدادي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا روحة يروحها العبد في سبيل الله أو لغدوة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا محمد بن المنكدر قال: مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن الصمت وهو في مرابط له، وقد شق عليه وعلى أصحابه، قال: ألا أحدثك يا ابن الصمت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربما قال: خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر، ونمي له عمله إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا علي بن حجر، حدثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث. قال: وسمعت محمدا يقول:
هو ثقة مقارب الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل، محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي. وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا الليث بن سعد، حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرئ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال محمد بن إسماعيل: أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان. حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الوليد بن جميل الفلسطيني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تفراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. قال: هذا حديث حسن غريب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بالكتف أو اللوح، فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وعمر بن أم مكتوم خلف ظهره فقال: هل لي من رخصة؟ فنزلت: غير أولي الضرر. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد،
فقال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي، واسمه السائب بن فروخ. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا الحجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب بليل، يعني وحدة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم، وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال محمد: هو ثقة صدوق، وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث، لا أروي عنه شيئا، وحديث عبد الله بن عمر حديث حسن. حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وهب بن جرير وأبو داود الطيالسي قالا: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: أيتهن كان أول؟ قال: ذات العشير أو العشيرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن حميد الغازي، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال:
عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلى. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أيوب، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرف. وقال محمد بن إسحاق: سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي، ثم ضعفه بعد. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي، وأبو كريب ومحمد بن رافع قالوا: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار، يعني الدهني، عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. وقال: حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو هذا. قال أبو عيسى: والدهن بطن من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني، ويكنى أبا معاوية، وهو كوفي، وهو ثقة عند أهل الحديث. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا أبو يعقوب الثقفي، حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن إسحاق وهو السالحاني، حدثنا يزيد بن حبان قال: سمعت أبا مجلز لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع، وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري، وروي عنه عن المهلب بن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عمر. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أنبأنا شعبة عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فقال: ما كان من فزع، وإن وجدناه لبحرا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي وأبو داود قالوا: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان الثوري، حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال لنا رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال: لا، والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي البصري، حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين، وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله إلا من هذا الوجه. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجرأ الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفة، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري حدثنا طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس، وهذا حديث حسن غريب، وجد هود اسمه مزيدة العصري. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب
لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري. حدثنا هناد حدثنا عبثر بن القاسم عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وعروة هو ابن أبي الجعد البارقي ويقال هو عروة بن الجعد. قال أحمد بن حنبل وافقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شيبان يعني ابن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن علي عن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في الشقر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال، وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع
إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل، وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس، وهذا حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب، عن نافع ابن أبي نافع، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا أبو كريب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو جهضم موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا تنزي حمارا على فرس. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري هذا عن أبي جهضم فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: وسمعت محمدا يقول: حديث الثوري غير محفوظ، ووهم فيه الثوري. والصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا الأحوص بن الجواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله
ويحبه الله ورسوله. قال: قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وإنما أنا رسول. فسكت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب، قوله يشي به يعني النميمة. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى، وحديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال: حكاه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني بذلك ابن بشار قال: وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. قال محمد: وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. قال: سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ، وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه. قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أم حسين. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري،
وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، ويقال هذا أصح من حديث قطبة. وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى بن آدم عن شريك. وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وأبو يحيى هو العتات الكوفي، ويقال اسمه زادان. قال أبو عيسى وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراس بن ذؤيب. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله نحوه بمعناه، إلا أنه قال قال عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. قال أبو عيسى حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قلت
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحد هذا عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة. حدثنا أزهر بن مروان البصري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا. فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن خباب وجابر وأنس، وهذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر، وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيس أو بيهس. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فذكر قصة في هذا الحديث طويلة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة، وهذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ويروى عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم. ورواه الحجاج بن أرطأة أيضا عن الحكم. وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئا، وابن أبي ليلى صدوق فقيه، وإنما يهم في الإسناد. حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال:
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فحاص الناس حيصة فقدمنا المدينة، فاختبينا بها وقلنا هلكنا. ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. ومعنى قوله فحاص الناس حيصة يعني أنهم فروا من القتال، ومعنى قوله بل أنتم العكارون، والعكار الذي يفر إلى أمامه لينصره، ليس يريد الفرار من الزحف. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس قال: سمعت نبيحا العنزي يحدث عن جابر قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد القتلى إلى مضاجعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب.